السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بوحيدور. واليوم مقطعنا سلبية لطلبكم في الكومنتات اللي طلبوا ننزل مقطع على أحجار التطوير اللي تخليني أطور السلاح الليفل الأخير. طبعا اسمهم Ancient Smithic Stone، وفي نوع ثاني اسمه Somber Ancient Smithic Stone راح أتكلم عنه بمقطعنا الجاي إن شاء الله، ولكن حق هالمقطع راح نتكلم على الانشنت سميثيك ستون. في 4 انشنت سميثيك ستون راح يجون عن طريق كويست لاينات ومهمات انا اوريدي منزل مقاطعهم، راح اتكلم عنهم هني بشكل سريع، بس ارجو منكم انكم تردون على المقاطع هذه على اساس تقدر تحصلهم. والاشياء الثانيه راح تكون لها ايتمات موجوده في اماكن معينه راح نتكلم عنها وتشوفون اماكنها في الفيديو. فاذا كنت اول مره تتابعنا لا تنسى تشترك معنا بالقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واذا كنتوا اوريدي من ناسنا وحبايبنا اللي تتابعونا فلا تنسون تدعمونا باللايك والكومنت والشير. نتكلم عن المقطع. في البدايه في مهمتين انا احتاجهم، هو اول شيء مهمه نيفيلي، وفي NPC ثالث موجود تكلمت عنه في تكمله المهمات بعد التحديث. ردوا على المقطعين هذيلا قبل لا تشوفون هذا المقطع على اساس تعرفوا انا ايش قاعد اسوي هني. عقب ما اخلص مهمات نيفيلي والNPC الثاني راح يهني صوب مكان البوس الثاني، وراح اكلم نيفيلي. عقب ما اكون انا ماشي في كوست لاينها راح تعطيني اول Ancient Dragon Smithing Stone، بعدها هذا هو الNPC الثاني. هم انا ما له قصه طويله، بمجرد ما انت تكلمه وتذبح البوس راح تشوفه موجود هني، هم من خلاله بعدها راح يصير مارشنت وتقدر تشتري من عنده Ancient Dragon Smithing Stone الثانيه. اللي بعدها موجوده في مهمات الساحره سيلين، اذا انا نقيت ان اذبح سيلين واساعد الطيب الحبيب هذا، عقب ما اذبح سيلين راح يعطيني Ancient Dragon Smithing Stone. السميثينج ستون او الانشنت اللي بعدها راح تكون موجوده في مهمات قورونك، يبي دثروت، هم مقطع موجود راح احطه بالوصف، يبوا له كل الدثروت راح يعطيكم Ancient Dragon Smithing Stone. كذي غطينا المهمات اني على الاماكن. اول مكان موجود فيه اني في المدينه الثلجيه صوب الشيرش هذا، تعالوا موجود هني نفس جمجمه راح نحاول نوصل لها، داخل حلج الجمجمه راح تلقون Ancient Dragon Smithing Stone. كاهي هذه هي الجمجمه. طبعا نبي نصعد من هني، خليك بالحصان اسرع واسهل. تج داخل راح تلقى ايتم، والايتم هذا هو Ancient Dragon Smithing Stone. اما اللي بعده من خلال الدينجن هذا اليولنج انكستنل، دش داخل راح نلقى هم الايتم موجود. لاحظوا ان كله موجودين في المدينه الثلجيه، دائما الانشنت هذا موجود في اواخر المدن، مدينة الثلجية، مدينة التنانين، ف الامور طيبة ان شاء الله، سهلة سهلة. اللي وصل لهني راح تدلع بالانشنت الدراجون سميثيك ستون، حتى السنومبر ترى موجودين بهالاماكن. فنفس ما انتم شايفين امشوا على الدرب اللي قاعد تشوفونه انتم هني بالتنل، راح ننزل في طيحة هني طيحوها، وبعدها هني على طول راح تلقون الايتم على الجثة هذا Ancient Dragon Smithing Stone. اللي بعدها هم هني من الانر كونر سكريتد، والله راح نمشي على الماي هذا، راح نوصل هني لزاويه فوق الصخر راح نلقى هم الانشنت. طبعا المكان هذا راح يكون فيه دراجون من نوع السحليه تكلمت عنه في فيديو التنانين، ف وانا اوريكم الدرب. لحظه وانا رحت يمين عشان سمح الله لو انت ما كنت ذابح لدراجون الحين لا يبلش الفايت معك ويأذيك ويدمجك، خليك جنابي. لاحظوا الصعده هذه راح اصعدها بس على اساس تفاديا وتحايشيا حق البوس اذا ما كنتوا ذابحين، لان البوس قوي. خليك كذي على الجنب، خليك دائما بالحصان عشان الدبل جمب. بس ما تلاحظون هني كاهو في ايتم، وهذا هم Ancient Dragon Smithing Stone. اللي بعده تعالوا من نفس المكان هم مره ثانيه من صوب الانر، هني راح يكون عندي نايتين اللي هم فرسان الظلام، هم كنت متكلم عنهم بمقطع هذا، يعني هذيلا اثنينهم يعتبرون بوس واحد، فلازم تذبحهم اثنيناتهم بدون ما تموت. هذا الاولاني حاول تسحب واحد واحد، مش راح تذبحهم اثنينهم على طول بنفس الفايت، اسحب واحد ذبحه وروح حق الثاني بس بدون ما تقعد على البونفاير. وبديهيا اذا ذبحتهم اثنينهم طبعا راح يعطوني جيرهم، راح تشوفوني لابسه ببعض المقاطع، وهم راح يعطيني Ancient Dragon Smithing Stone. وهذه نصيحة دائما اللي يطقون بو اذبحهم على اساس لا يأذونك وانت بالفايت، اساس الامور تكون طيبة معك. هذا هم النايت الثاني، ذبحه سريع سريع بس حطوا بالكم لان دمجهم بهالمناطق عالي، فاي انشنت يطيح لي من بوز اذبحه راح يكون البوز صعب. ومجرد ما ذبحه نفس ما قلنا راح يعطينا جيرة وراح يعطينا Ancient Dragon Smithing ستون. اللي بعده هني راح صوب الهيليجري تاون، هيليجري تري تاون. والله الاسامي صعبه بهالمكان. من هالبونفاير كمل سيده، مو مضطر تطق ولا احد. طب من هني هم الحين بتطب مره ثانيه. حطوا بالكم دائما خليك مع نقزه لانها ما في اتصال بين، يعني في فضاوه، لو تطيح راح تطيح على طول. هني راح تشوفون في ايتم قاعد يحرسه الميني بوس هذا. انا فضلت ان اذبحهم عشان لا ياذوني عاداتهم، لان هني شويه اقوياء وسريعين. هذا الانشنت ناس ما انتو شايفين موجود عند هالجثه. اللي بعده من البراير روم، هم بنفس المكان. لو نكمل شويه، هم البراير روم هني من عند البونفاير هذه على طول. ارجع ورا، ابيك ترد قريب. ممكن انت طوفته موجود بهالبرج فوق كلش في تشيست. نبطل تشيست وراح نحصل الانشنت دراجون سميثيك ستون. ممكن كنا نيله من صوب البوس اللي قبل لا نوصل حق البرج، ولكن من هني اسهل شرحه ووصوله. اللي داش البرج وماخذه ما يعني اعتقد صعب انك انت تطوف، الكل ملاحظ الصعده هذه وخذاها. المفروض بطل التشيست وراح تحصل انشنت دراجون سميثينج ستون. اللي بعدها الحين بمدينه التنانين. تعال صوب البونفاير هذا راح يكون في بوس تنين نذبحه، راح يعطينا انشنت. حطوا بالكم بوس قوي وشوي ثقيل دم، ولكن مع البلد الحبيب تبع البوق اللي عندنا هذا، الدراجونات كلهم صاروا سهالات. ومجرد ما انك تذبح البوس على طول راح يعطيك الانشنت دراجون سميثينج ستون. اما بعدها تعالوا هني من الدراجون تمبلر التار، من صوب هني البوسين اللي باريناهم على طول. من هذا الباب تكملتنا، امشوا على نفس الدرب، هم راح نحصل انشته. هذه طبعا الانشنت اللي قبل الاخيره ان شاء الله، وبعدها هم الاخيره من نفس المكان، لا تحاتون. فلاحظوا دائما الانشنت دراجون سميثيك ستون موجودين كلهم في المدن الاخيره، لازم ما تكون ماشي بالقصه في اواخر القصه. على الدرب هذا هني راح تلقون هالعمود، اصعد عليه في اد ذبحه وكا يمه في ايتم. هذا هو الانشنت دراجون سميثيك ستون. شكرا انك طيحتنا. اما بالنسبه حق الاخير موجود هني من صوب الدراجون تبلر روف توب. من هالبونفاير هذه امشوا بالضبط نفس ما قاعد امشي. في تنين راح قاعد يطقكم من بعيد، لا تحاتون. هذا اوريدي مدمج، محتاج شويه دمج عشان يموت. كل اللي عليك لا توقف، خليك على الركضه وهيت لطيور هذيله وامش بس، وخر عن الكهرباء اللي قاعد يطقها البوس من بعيد. ومن توصل هني راح تشوف ان البوس اوريدي مدمج، يبي له شويه دمج 3000 بس دمجناه واعطانا اخر انشنت دراجون سميثينج ستون. بكذي مقطعنا يكون انتهى. اتمنى انكم استفدتوا، واذا في احد عارف بعد هم يمكن في مكان طافنا وما كنا دارين عنه، هذا اللي الحين اللي انا حصلتهم فحبيت اشارككم فيهم. يعطيكم العافيه. مقطعنا الجاي عن السومبر دراجون انشنت سميثيك ستون. اذا في فيديوهات ثانيه تبونها كتبوا لي بالكومنتات، ولا تنسونا بالدعم لايك وكومنت وشير. يعطيكم العافيه.